اليوم ورشتنا عن تعلم أساسيات البرمجة بلغة البايثون. طبعا مثل ما نعرف أنه لغة البايثون هي واحدة من لغات البرمجة العليا، ولها تطبيقات مختلفة ومتنوعة في مجالات كثيرة. بعض الأمثلة على هذه التطبيقات ممكن أنه أنا أستخدمها في Database Programming, Machine Learning, Computer Vision, Image Processing, Web and Internet Development, scientific and numerical calculation. طبعا غيرها الكثير الكثير من التطبيقات والابلكيشن اللي تعتمد اساسا في عملها على استخدام اعازات البايثون. من الضروري على كل مبرمج انه يتعلم هذه اللغه لانه راح يستفاد كل شويه في عمله. في البدايه قبل ان نحشي على الاعازات نتعرف على شلون ننصب هذه اللغه. طبعا اكو طريقتين حتى ننصب بها هذه اللغه قبل ان نبدا نستخدمها. طريقة التنصيب اللي هي الأولى اللي هي ننصب فقط البايثون مثل ما نشوفه هنا بهذه الواجهة بدون أي باكج ملحق وياها. طبعا فما راح يكون لها قابلية التعامل مع المصفوفات مثلا، قابلية الإعازات الأدفانس هي ما راح تكون متوفرة في هذه الطريقة إلا إذا بعد ما نصبت هذا الفيرجن اللي هو البايثون بحده بمفرده، أنه أنصب عليها أو وياها كل الباكج اللي أنا أستخدمها او احتاجها في شغلي المتقدم. طبعا هاي طبعا راح اروح وين؟ اروح على www.python.org اللي هو الموقع الرسمي لتنصيب لغه البايثون بحدها بدون اي باكج. وطبعا اكو تو فيرجن لهذه اللغه اللي هي فيرجن 3 وفيرجن 2. الاسهل والابسط هو فيرجن 2، بس اللي شويه خلينا نقول الادفانس باعازات اوسع واشمل هو الفيرجن 3 واللي هو هسه حاليا هو اللي دارج. إذا مردت أو ما فضلت هذه الطريقة بتنصيب البايثون، أردت أنصب البايثون ويا كل الباكجات مباشرة حتى أستخدمها مرة واحدة، ممكن أجي إلى الطريقة الثانية اللي هي طريقة تنصيب البايثون من خلال موقع الأناكوندا واللي هو الموقع الرسمي إله هذا مثل ما تشوفون هنا docs.anaconda.com. أناكوندا بعدين نروح على انستال ونختار الاوبشن مال ويندوز. طبعا اذا كانت حاسبتنا ويندو، واكو ايضا خيار للماكنتوش وللابل اذا بدنا ننصبها على حاسبات مختلفه، فهي مو مقتصره فقط على اوبريتنج سيستم واحد او محدد، ممكن استخدامها او تنصيبها على حاسبه من اي نوع. فهنا انا راح اروح على الموقع الرسمي، راح يطلع لنا طبعا المكان اللي بيه الانستليشن، راح نسوي داونلود للبرنامج وننتظره لما يكمل تحميل. من يكمل تحميل نضغط على خلينا نقول الفولدر اللي يتحمل بيه بحاسبتنا، وراح نتبع الاعازات والخطوات الموجوده راح تظهر لنا على الشاشه وراح يتنصب هذه اللغه بكل سهوله. وبعد ذلك ممكن انه نكتب اي اعاز او نبرمج بهذه اللغه. طيب نصبناها وصار البرنامج واضح وكامل على حاسبتنا، وين نكتب الإعازات بهذه اللغة؟ طبعا اكو اكثر من طريقة نقدر نكتب بيها، ومكان ممكن انه نكتب بيها الإعازات مال بايثون. اكو واحدة من الاوبشنات اللي هي ويا البرنامج اثناء ما النصب يطلع لنا ممكن هذا الخيار اللي هي الاي دي ال اي هنا اللي هي هذه الشاشة مالته، ممكن هنا نكتب الإعازات مال اللغة وننفذها. أو ممكن عن طريق الشاشة السوداء اللي هي الكوماند لاين، أيضا هي ممكن تكون منصبة ويا البرنامج أوتوماتيكيا، يعني من إحنا نضغط على الستارت ونروح على البايثون حنشوف واحدة من الأوبشنات اللي هي الشاشة السوداء اللي هي الـ CMD، ونقدر نكتب الإعازات المختلفة أيضا وندوس بإنتر حتى يتنصب لنا أو يتنفذ إعاز. إذا ما حبينا الطريقة الأولى أو الثانية أكو طريقة كلش سهلة وبسيطة أنه ننزل نحمل تكست اديتر. هو طبعا حجمه بالكيلوات فشي كلش صغير اللي هو السايت اسمه السايت تكست اديتر هنا، وراح نفتحه ونكتب عليه برنامج كامل ونخزنه. بس ما نخزنه حتى يعرف انه هذا برنامج مو اي تكست ولا اي سنتنس انا كاتبتها، لازم اخزنه باسم معين واكتب يمه دوت py حتى يعرف انه هذا عباره عن اعازات مكتوبه بلغه البايثون. فاذا اي برنامج ينكتب بلغه البايثون لازم ينخزن بالاكستنشن مالته يكون دوت py، بينما الاعازات اللي تنكتب بالماتلاب لازم البرنامج نخزنه تحت اكستنشن دوت m حتى يكون هذا للماتلاب. بس احنا هنا بالتكست هذا اديتر اذا كتبنا الاعازات المختلفه راح يظل هذا التكست اديتر ما يفتهم هاي شنو، هل هذه اعازات لغه برمجيه، هل هذه تكست معين كتبها اليوزر،
إذا خزناها بمثلا خلينا نقول نسميها باسم تيست 1 دوت بي واي، راح يفتهم أنه هذه إعازات مكتوبة بلغة البايثون، وممكن بسهولة بعدين نكتب أي برنامج وننفذه على الشاشة بطريقة سهلة وبسيطة. طيب لغة البايثون مثل أي لغة برمجية حالها حال السي والماتلاب، بيها مجموعة مختلفة ومتنوعة من الفاريبل، أيضا ممكن نشوف بيها الانتجر، المتغيرات اللي نوعها انتجر، والمتغيرات اللي نوعها فلوت اللي هي المتغيرات العشرية، السترينج اللي هي الجمل والسنتنس، البوليان اللي هي تاخذ قيم الترو او الفولس، الكثير الكثير طبعا من الفاريبل وانواعها المختلفه اللي موجوده بالبايثون. طبعا لغه اعم واشمل بهوايه اذا قارناها بلغه الماتلاب. ممكن ايضا انه احنا ننطي قيم المتغيرات كل متغير على سطر بوحده، وممكن لا نكتب مجموعه من المتغيرات نفصل بيناتها بكوما وبعدين نجي نكتب القيم مال كل واحد من دول المتغيرات. يعني مثلا هنا بهذا الإعاز أنا راح أنطي قيم لثلاث متغيرات اللي هي الإكس والواي والزد، راح أفصل بيناتهم بكوما بعدين أنطي متغير القيم مالت مثلا الأربعة، هاي راح تكون قيمة المتغير إكس، 8.2 راح تكون قيمة المتغير واي، وهذه السترينج الأي بي سي راح تكون هذه قيمة للمتغير الثالث اللي هو الزت. وبالتالي أنا أقدر أختصر بحجم الإعازات اللي أنا أكتبها بهذه اللغة، وأعرف مجموعة كبيرة جدا من المتغيرات باستخدام إعاز واحد فقط. هذا طبعا واحدة أيضا من الاختلافات اللي يختلف فيها البايثون عن الماتلاب. طيب الداتا تايب، الكثير أيضا من الداتا تايب الموجودة داخل هذه اللغة، اللي مثلا أنا ممكن ألقي بيها النمبرز الأرقام، ممكن أعرف مجموعة من المتغيرات وأنطيها أرقام مختلفة ومتنوعة، ممكن تكون انتجر فلوت أي قيمة ثانية. أكو البايثون ليست، وبعدين حنيجي نتعرف شوية عليها. البايثون ليست اللي هذه الصيغة مالتها، هذه مثلا نكتب مثلا متغير معين اكس يساوي لنا، نفتح قوس هذا المربع ونكتب مجموعة من الأرقام أو مجموعة من الحروف أو مجموعة من الأسماء، اي نوع احنا نحبه، وبعدين نسده باستخدام هذا القوس مال المجموعه. هذه هي صيغه الليست. الليسته طبعا كل شوية تخدمنا بالبايثون، سهل الكثير من العمليات اللي احنا نريد نقوم بها. واقوى ايضا تكون الليسته هذه طبعا نوعها وان دايمنشن، يعني عباره تشبه كانما فيكتور عندنا اذا نحكي على ماتلاب او اري، زين. وممكن تكون تو دايمنشن، يعني اكثر من لسته احنا نعرفها داخل لسته كبيره، هذه التو دايمنشن. وكل كثير من البلت ان فانكشن والدوال الجاهزه اللي تتعامل مع البايثون ليست، مثلا شلون انه نجمع او ندمج تو ليست، شلون نحذف عنصر من ليست، شلون نلقي فد عنصر معين بالليسته، شلون نرتب قيم هذه الليسته، وهكذا الكثير من الدوال والاعازات الجاهزه اللي تمكننا من التعامل مع الليست بطريقه سهله وبسيطه. ايضا اكو داتا تايب ثالث اللي هو التيوبل. التيوبل هذه الصيغه مالته مجرد يشبه اللسته، فقط هذه الاقواس تختلف بيه. هنا الاقواس المربعه هي تعرف اللست، بينما اذا ردت اني اعرف بايثون تيوبل استخدم منها هذه القوس اللي هي عباره عن نص دائره. افتح هذا القوس اكتب مجموعه من المتغيرات المختلفه، هنا مو شرط تكون كلها ارقام أو كلها أرقام عشرية أو أرقام صحيحة أو بس أسماء، ممكن أنطي العنصر الأول يكون عبارة عن رقم، العنصر الثاني سترينج، الثالث كومبلكس نمبر. فإذا هذه طبعا هذه الخاصية ما موجودة بالماتلاب، بس بالبايثون ممكن أني يعني أستخدمها بطريقة سهلة ويعني سريعة، وما يعترض أيضا عليها البرنامج. هذه أيضا التيوبل، وايضا بها مجموعه كبيره من البلت ان فانكشن اللي ممكن ان نستخدمها حتى نتعامل مع هذه التيوبل حالها حال الليست. الداتا تايب الرابع اللي هو السترينج، اللي ايضا هذا الداتا تايب موجود بالماتلاب، والصيغه مالته اكتب رمز في المتغير معين يساوي بين علامتين اقتباس اعرف هذه السترينج مالتي، اللي ممكن تكون عباره عن حرف واحد أو مجموعة من الأحرف أو عبارة عن جملة كاملة أحطها فقط بين علامتين اقتباس.
وايضا هي ايضا هذه السترينجز او بايثون سترينجز لها الكثير من الدوال الجاهزه اللي ممكن انه نستخدمها حتى نتعامل ويا هذه السترينج، مثلا دمج تو سترينج، حذف عنصر معين بسترينج معينه، مثلا ترتيبها والى اخره من الاعازات. اكو النوع الخامس اللي هو البايثون سيتس. البايثون سيتس مجموعة البايثون اللي هو أيضا يشبه الليست، فقط الاختلاف بالأقواس. أقواس المجموعة هذه تعرف لنا البايثون سيت، وأيضا ممكن التعامل معها، وأيضا ممكن أنه ندمج تو سيت، نحذف عناصر من عندها ونرتبها حالها حال بقية الداتا تايب الموجودة بالبايثون. وأخيرا البايثون ديكشنري اللي ممكن استخدمها بطريقة سلسة حتى أعرف اللوك أب تيبل. أي نعم، إذا عندكم أي أسئلة ممكن بعد المحاضرة، بعد المحاضرة إن شاء الله أعطيكم وقت حتى أجاوبكم على أي استفسار أنتم تحبوه اسألوه. البايثون ديكشنري الصوت طبعا واضح، ماكو اي مشكله، واضح بالصوت. هنا ممكن تختارون اخر اختيار على جهه اليسار بالاسفل وتضغطوه حتى يظهر الصوت ويكون واضح. نرجع نكمل المحاضره. هنا عندنا البايثون ديكشنري. البايثون ديكشنري لو نجي نشوفه هنا عبارة عن أزواج مرتبة. البايثون ديكشنري عبارة عن أزواج مرتبة تتضمن index و value، قيمة أو الكي والفاليو مالت الكي. ممكن أستخدمها مثلا حتى أكون lookup table بطريقة كلش سهلة ويعني يسيرة، طبعا راح توفر لي الكثير من التسهيلات أثناء البرمجة اللي متعاملين بها. أكو مشاكل هواية ممكن أنه أنا أحلها باستخدام الدكشنري. هنا الصيغة مالتها عبارة عن أزواج مرتبة. هنا مثلا هذا example على Python Dictionary بثلاثة كي، اللي هي الكي اللي هو الـ A والـ B والـ C، وكل واحد من ذول الكي إلى الفاليو مالته. مثلا الكي اللي هو الاي الفاليو مالته هو 1، الكي الثاني اللي هو بي قيمه الفاليو مالته 2، والسي الفاليو مالته 3. نجي هسه بشكل موسع، راح ناخذ كم اعاز خاصه بالتعامل مع الليست. ليش؟ لان الليست أقوى شيء، هي موجودة بلغة البايثون وتسهل الكثير من البرمجة أو المواضيع الكثيرة اللي أنتم تريدون تستخدموها زين باستخدام الليستة. أكو هواية أمور ممكن تسهل عليكم إذا حولتوها إلى الليستة بالبايثون وتعاملتوا وياها. مثلا هسه نجي على مثال، ناخذ X يساوي list عبارة عن one dimension بها ثلاث قيم اللي هي 3 و5 و9. إذا افترضنا أنه أني أريد أضيف عنصر لهذه الليستة باستخدام إعاز الأبند، صيغة مالته أنه شنو الليست مالتي اللي أنا أريد أضيف لها قيمة، أكتبها بعدين أكتب دوت أبند بين قوسين العنصر اللي أنا أريده. الأوتبوت مالتي إذا ردت أعرضه راح يطلع لي الليستة القديمة وبنهايتها العنصر الأخير اللي أنا ضفته اللي هو الأربعة، فصارت عددها أربع عناصر، كانت 3 من ضفت لها عنصر واحد بالنهاية صارت طولها 4 عناصر هذه الليستة. طيب إذا ردت أسوي insert، هسه هنا أريد أضيف
فد عنصر معين بموقع معين، هنا أنا مو بالنهاية، مو بالنهاية أريد أضيفه، أريد أضيفه بموقع وإندكس معين. طيب هنا أنا باستخدام إيعاز الإنسيرت راح أحدد بيا مكان أنا أريد أضيفه وشنو العنصر اللي أنا أريد أضيفه، فأحدد مات الليست اللي هي الإكس هذه القديمة اللي أنا قبل شوية خلقتها، بعدين أكتب دوت إنسيرت أريد أضيف لها عنصر اللي هو قيمته واحد بيا موقع بالموقع الثاني. طيب بالموقع الثاني هنا أنا الليست ماتي طبعاً راح تبدي من الصفر، الاندكس مال ليست مال اري مال اي فاريبل موجود بالبايثون يبدي من الصفر، الماتلاب الاندكس مالتنا يبدي من الواحد، بالبايثون لا الاندكس مالتي يبدي من الصفر، فهنا عندي الموقع اثنين يمثل لي هذا، هنا عندنا الموقع زيرو الموقع وان، فهنا راح اضيف عنصر ثالث اللي هو الاندكس تو، راح اضيف العنصر اللي هو قيمته واحد، فاكتب ثلاثة خمسة العنصر هنا راح ينضاف اللي هو قيمته واحد، وبعدين التكمله اللي هي التسعه والاربعه. فاذا هنا بعزل الانسيرت قدرت احشر عنصر معين في موقع انا حددته باللسته، طبعا هذا بالاوتبوت انا من حنفذ اللسته الجديده راح تظهر لي بهذا الشكل. طيب هنا حكينا على الاضافه، اذا اردت لا احذف عنصر باستخدام اعاز الريموف. اكتب ريموف واحدد شنو العنصر بهاي اللسته اللي انا اريد احذفه. فهنا الليسته مالتي اللي انا خلقتها سابقا اكس دوت ريموف اريد يا هو احدد بيها العنصر واحد اللي انا ضفته قبل شويه هذا، فحترجع لي اذا ردت اعرضها لاوتبوت حترجع لي اربع قيم محذوف منها الواحد. اذا ردت احذف لسته بالكامل حتى مو من البرنامج حتى من الذاكره مال الحاسبه باستخدام اعاز الدو، اكتب دي اي ال وبعدين الليسته مالتي اللي اريد احذفها اكس، هنا أنا راح تمحي نهائيا الليسته بالكامل. اذا اردت ارتب عناصر الليسته تصاعديا من اصغر عنصر الى اكبر عنصر استخدم اعاز السورت، فاكتب هنا سورت بين قوسين الليسته مالتي اللي انا اريد ارتب عناصرها، الاوتبوت مالتي حنحكي على هاي الليسته القديمه هذه، الاوتبوت حيكون العناصر مرتبه بشكل تصاعدي 3 4 5 و9. إذا أردت أجري الترتيب العكسي اللي هو لا ترتيب تنازلي من أكبر عنصر إلى أصغر عنصر باستخدام إعاز الريفيرس، ريفيرس بين قوسين الليستة مالتي اللي أريد أني أرتب عناصرها تنازليا، هذا الريفيرس بين قوسين الليستة هذه راح يطلع هنا، طبعا هنا الأوتبوت ما مرتب هنا خطأ، المفروض هنا راح يطلع لي 9 5 4 وبعدين 3، هنا خطأ طبعا إملائي صار من يمي، هنا التسعة راح يطلع أول شيء وبعدين الخمسة وأربعة وثم ثلاثة. طيب إذا أردت أعرف طول الليستة، طول الليستة اللي هو شيء يمثل اللي هو يمثل عدد العناصر الموجودة باللستة، إذا افترضنا هذا مثال، هذا عندي لستة عبارة عن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بها خمس عناصر، أعرف طول هذه اللستة باستخدام إعاز الـ LEN length، ال LEN بين قوسين الليستة مالتي اللي أريد أعرف طولها أو عدد العناصر مالتها، الأوتبوت راح يكون خمسة اللي هي طول هذه الليستة. أريد أعرف أكبر عنصر موجود بهذه الليستة باستخدام إعاز الماكسيمم، أكتب ماكسيمم بين قوسين الليستة مالتي راح يطلع لي طبعا هنا هذا هنا الأوتبوت هو شنو؟ المفروض يطلع لي تسعة، المينيمم راح يطلع لي مثلا صفر إذا كان أصغر عنصر بها صفر، فإذا اكو إعاز مينيمم، اكو إعاز الماكسيمم، اكو إعاز الافرج، اكو إعاز المين طبعا اللي يوجد لي المعدل، واكو الكثير من الإعازات اللي ممكن اني استخدمها حتى اتعامل ويا العناصر الموجوده باللسته، وطبعا اكو الليسته اللي هي 2 دايمنشن، واكو الليسته اللي هي 3 دايمنشن وهكذا تصاعديا، هذه فقط مجرد امثله بسيطه توضيحيه حتى شلون استخدم او اتعامل مع الليسته اللي موجوده بالبايثون. تشبه عادة الليست أو الفكتورز اللي موجود بالماتلاب. زين
هسه ايضا نجي نحكي شوي هنا ندخل بتفصيل اكثر على الاعازات اللي تتعامل ويا البايثون دكشنري، لانه ايضا واحده من الداتا تايب المهمه الموجوده بالبايثون اللي هو الدكشنري. هنا أنا مثال على اني من اريد اخلق دكشنري، هنا أنا ممكن اكتب دكشنري يساوي هذه القوسين مال الدكشنري، هنا أنا راح اخلق دكشنري فارغ ما حاط به اي قيم. هذا اذا اريد اخلق في الدكشنري فارغ، هذه العلامه انه اكتب هذه العناصر هذه مال المجموعه، راح يفتهم انه هذه عباره عن دكشنري بس ما بي اي قيم. اذا اردت احط بي قيم ممكن اني اخلق واحط هذه القيم يدويا، حكتب الكي وهاي النقطتين العموديه والقيمه مال هذه الكي، كل كي والقيمه مالتها حيكون بهذا الشكل، هذا عباره عن دكشنري بي تو كيز، اللي هو الكي الاول اللي هو الواحد والقيمه مالته ابل، الكي الثاني اللي هو اثنين والقيمه مالته بول. اوكي، فممكن اني يعني ازيد العناصر هذه اللي اريدها مثل ما اني احب. شلون اوصل للعناصر اللي موجوده بالدكشنري هذا؟ من خلال الكي. يعني هنا انا مثلا اقول له برنت اطبع لي قيمه الماي دكشنري، هذه الدكشنري باستخدام يا هو الكي اللي هو رقمه او قيمته واحد، فهو ايش راح يطبع لي؟ قيمة هذا الكي. راح يروح وين الكي اللي قيمته واحد؟ يطبع لي القيمة مالته اللي هو من هو الأبل. إذا غيرته مثلا كتبت هنا اثنين، راح يروح على الكي اللي هو اثنين وياخذ يطبع لي الفاليو مالته، الفاليو مال هذا الكي. طيب هنا هسه شلون أني أحصل أو أوصل للكي مال هذه الدكشنري؟ كل الكي أريد هذه الكي كلها مال هذه الدكشنري تنخزن بلستة وتنعرض لي على الشاشة أو تنخزن لي بمتغير معين. زين، راح أقول الدكشنري مالتي دوت الكيز بين قوسين، هنا الأوتبوت راح يكون كل الكي الموجودة بهذا الدكشنري. هنا عندنا بس اثنين اللي هي الواحد والاثنين، راح تنخزن بلست وتنعرض لي على الشاشة أو ممكن أني أحفظها بمتغير معين حتى بعدين أستخدمه. طيب شلون أني هنا لا أريد كل الفاليو مال هذه الدكشنري مو الكي، الفاليو مالتها، راح أكتب my dictionary dot values وبين قوسين طبعا هنا أنا ما أحط أي شيء، راح يطلع لي أيضا كل الفاليو مال هذا الدكشنري مخزون بلستة أبل وبول هنا اللي انقيمتين، واذا كان اكثر ايضا راح يرجع لي كل العناصر الموجوده كفاليو. فاذا هنا عرفنا شلون اوصل للكي مال دكشنري باستخدام دوت كيز، وشلون اوصل للفاليو مال هذه الدكشنري باستخدام دوت فاليوز. طيب شلون اني احذف العناصر مال هذه الدكشنري باستخدام دوت كلير، اعاز الدوت كلير. هنا راح يبقى الدكشنري موجود بس يكون فارغ، هنا راح يبقى الدكشنري لكن ما بي اي element، راح يكون عبارة عن دكشنري فارغ. إذا ردت أحذف كله من الذاكرة يعني ما يرجع لي نهائيا أي شيء، فأقول del my dictionary. طيب هنا شلون أضيف عنصر جديد إلى الدكشنري؟ أحدد في كي جديد، أنا مثلا هنا عندي بس اثنين كي، واحد واثنين، ممكن أني أضيف له كي اللي هو أسميه مثلا قيمة ثلاثة والفاليو مالته حتكون بنانة. هنا راح تكون الدكشنري القديم راح ينضاف له كي جديد اللي هو 3 وقيمة هذا الكي هي بنانة. طيب شلون أحدد عدد الأيتم الموجودة بالدكشنري؟ يعني عدد الكي أو عدد الإليمنت العناصر الأساسية الموجودة بالدكشنري باستخدام أيضا إعاز الـ LEN أو الـ Length للدكشنري هذا. هنا أنا طبعا هذا الدكشنري القديم بعد الإضافة صار بي ثلاث عناصر، فالأوتبوت المفروض راح يكون ثلاثة. زين هنا شلون أرتب الكيز؟ أرتبها تصاعديا الموجودة بالدكشنري باستخدام إعاز السورتد، وبعدين أنطي بين قوسين الدكشنري اللي أنا أريد أرتب الكي مالته، أريد أرتب الكي مالته. راح يرجع لي لسه بيها عناصر الكي لهذا الدكشنري مرتبة تصاعديا، وليس الدكشنري بالكامل، فقط الكي راح يرجع لي مرتب بصورة تصاعدية ومخزون بلستة one dimension طبعا.
العمليات الموجودة بلغة البايثون أيضا عمليات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، وأكو قسم منها عندها يشبه الأوبريشنز الموجودة بالماتلاب اللي هي عملية الجمع، وهذه الرمز مالتها الزائد ممكن أني أستخدمها مباشرة حالها حال الموجود بالماتلاب اللي هي X زائد Y زائد 2 اتسترا، ايش قد ما اريد اضيف متغيرات اقدر هنا اكتبهم باعاز واحد بدون اي تعريف. عمليه الطرح اللي هي عمليه هذه العمليه السبتراكت، هذا الاعاز نفسه اللي موجود بالماتلاب ايضا اكس ناقص واي ناقص 2. عمليه الضرب هذه الرمز مالتها هو نفسه ايضا الموجود بالماتلاب اللي هو مباشره اكتب اكس في واي، ممكن يضرب لي رقمين، ممكن يضرب لي 2 فيكتور، ممكن يضرب لي 2 دايمنشن اري مباشرة. طيب هنا عملية الديفيجن، هنا عملية القسمة راح تكون باستخدام هذا الإيعاز، راح يطلع لي الرقم بالكامل هو والفلوتنج مالته بالكامل، يعني مو راح يطلع لي فقط عدد صحيح أو الباقي. هنا عملية القسمة بهذا الإيعاز أيضا ممكن أنه أنا أجريها بين متغيرات اثنين، سواء كانت هذول أرقام اثنين أو فيكتور أو ماتريكس أو حتى لستة. إيجاد الباقي من عملية القسمة باستخدام هذا البرسنتج، هنا راح أكتبه X percentage Y، يعني باقي قسمة الـ X على الـ Y فقط الباقي. إذا ردت لا ألقي ناتج القسمة بدون باقي أكتب هذه العلامة، أكتب هذه العلامة مباشرة. فإذا هذه عملية القسمة باستخدام هذا العلامة، الباقي من القسمة باستخدام البرسنتج، وناتج القسمة الصحيح فقط بدون أي باقي اللي هو باستخدام هذا العلامة الثالثة. إذا ريدت الأس يعني مثلا X أس Y أو X أس 3 باستخدام الـ 2 star، استخدام الـ 2 star اللي هو X 2 star y، يعني كأنما أنا دارد أقول x أس y. نجي على الـ control flow اللي هي الإعازات الخاصة بالـ if وبالـ for وبالـ while وإت سترا. هنا أنا أول ما نبدي بالـ python if else أو فقط if، الصيغة مالته نكتب الـ if والـ condition مالتي أحط هذه النقطتين العمودية، وبعدين شنو الإعازات اللي أنا أريد أنفذها إذا تحقق الشرط الموجود مع الـ if، وأكتب بعدين الـ else ويمها النقطتين، ضروري جدا النقطتين، بدون النقطتين طبعا البرنامج راح يعترض راح يطلع بيه خطأ وما راح يتنفذ. إذا ما تنفذ الشرط الموجود ويا الـ if راح يروح هنا ينفذ الإعازات اللي موجودة ويا الـ else. مثال عليها، نفترض أنه أنا عندي متغير قيمته 3، الشرط مالتي if number أكبر أو يساوي لنا الصفر، يعني إذا كان الرقم صفر أو أي رقم صحيح positive راح يطبع لي عبارة positive or zero، أوكي، فحيطلع لي على الشاشة أنه هذا الرقم ترى هو عدد موجب أو صفر. إذا كانت لا مو أكبر من الصفر معناتها أصغر من الصفر else راح يطبع لي عبارة negative، فهنا أنا حسب قيمة النم هو شنو قيمته هنا؟ أنا قيمة موجبة، فإذا راح يطلع لي positive or zero، فشت نفذ الشرط اللي موجود ويا الإف، الإعازات اللي موجودة بالشرط مال الإف. وممكن أيضا ما أكتب بي إلس، مجرد فقط إف statement، بس المهم أنه الصيغة أنه أنا ويا الإف بعد انتهاء الشرط لازم أكتب هذه النقطتين العمودية، ويا الإلس أيضا أكتب الإف هذه العمودية، ما يحتاج أي إن ولا يحتاج أصلا أسد القوس. هذا الاختلاف اللي بينه وبين الماتلاب، الماتلاب انه انت لازم تكتب اند، البايثون ما يحتاج نهائيا تكتب اي اعاز، لكن ضروري جدا هذا الفراغ، يعني ضروري اني من اكتب الاف الاعازات اللي بعدها تكون بيها فد فراغ شويه سبيس، والا راح يعترض ما راح يتنفذ. والايلس ايضا لازم احط الاعازات اللي خاصه بيها احط لها فراغ الى جهه اليمين. هذا الفرق ما بين الإف الموجود بالبايثون والإف الموجود بالماتلاب. نجي على الفور لوب، الفور لوب الصيغة مالته أنه نكتب فور المتغير إن رينج بين قوسين الرقم معين هنا،
وايضا هاي النقطتين ضروري تنكتب، هاي النقطتين ويا الفور ويا الاف ويا الوايل. زين، وبعدين اذا بعدين نكتب بعدها الستيتمنت اللي نريد احنا ننفذها بصوره تكراريه داخل هذا الفور. وايضا الفور لوب ما يحتاج نهائيا الى اي اند، مجرد انه اني يعني احط سبيس قبل ما تبدي هذه الستيتمنت حتى تبين للباي بايثون انه اريد هذه فقط الاعازات اللي تتنفذ داخل الفور لوب. مثال عليها for i in range 5، من اكتب هذه الصيغة راح ياخذ قيم ال y تبدي من الصفر إلى حد 5 ناقص 1. فإذا ال range هو عبارة عن من اكتب range بين قوسين 5، يعني أنا إذا أريد أسوي iteration فالشي تكراري يبتدي دائما من الصفر وينتهي بالقيمة اللي بالرينج هذه ناقص 1. إذا أريد لا ما يبتدي من الصفر، من أي قيمة ثانية، خلينا نقول يبتدي من الواحد، فلازم أكتب هنا 1 فارزة 5 حتى يبتدي من الواحد. أريد يبتدي من الاثنين أكتب 2 فارزة 5، أكتب قيمة البداية وقيمة النهاية. إذا ما عندي البداية دائما تبدي من الصفر ماكو داعي أكتب البداية مالتها. فهنا الإعاز اللي أريده يتنفذ بصورة تكرارية اللي هو print، print قيمة الآي. فهنا راح يطلع لي على الشاشة يبدي لي 0 1 2 3 4 ويوقف. ليش؟ لأنه أكبر قيمة المفروض يوصلها هي 5 ناقص 1، فللأربعة ويوقف. مثال ثاني، مثلا أنا عندي فد لستة بيها 3 عناصر اللي هي 1 و2 و3، ممكن أنا أستخدم الفور لوب بهذه الصيغة for i in x. شو راح يسوي هنا؟ راح يجي هنا قيمة i عبارة عن كل عنصر موجود بهذه اللستة، كل مرة ياخذ له العنصر الأول الاي حتكون قيمتها أول شيء 1، بعدين قيمتها 2، بعدين قيمتها 3، وهكذا إلى أن تخلص قيمة اللستة. فإذا هنا راح ياخذ لي قيم الاي عبارة عن قيم العناصر الموجودة باللستة واحدة ورا الثانية، بغض النظر أنه شنو كانت هاي القيم، ممكن تكون حروف، ممكن تكون أرقام عشرية، ممكن تكون أرقام صحيحة، سالبة، موجبة، وهكذا. وبعدين داخل الفور لوب شنو الإعاز اللي أنا أريد أنفذه بصورة تكرارية. هنا مثلا أيضا print أريد هنا يطبع لي قيمة الـ i كل مرة نضيف لها 5. أوكي، في الـ output هنا 1 زائد 5 حيطلع لي 6، 2 زائد 5 حيطلع لي 7، 3 زائد 5 حيطلع لي 8، وهكذا. هاي طبعا من الوحدة من الميزات الحلوة المهمة الموجودة بلغة البايثون واللي طبعا ما موجودة بلغة الماتلاب. هذا فيما يخص الفور لوب. طبعا اكو ايضا بعد يعني فاسيلتي واكو مرونه اكثر باستخدام الفور لوب الموجود ويا البايثون. طيب ايضا هسه نجي على الوايل. الوايل لوب السنتاك مالته والصيغه مالته هي وايل الكونديشن، وبعدين الستيتمنت اللي انا اريد انفذها بصوره تكراريه. مثال عليها الكاونتر يساوي لنا 5، هنا نفد قيمة متغير أنا راح أنطيه قيمة 5، وأقول له وايل الكونديشن مالتي هو الكونديشن لما الكاونتر أكبر أو يساوي لنا الصفر. فإذا أنت ظل نفذ الإعازات اللي بداخل الوايل كل ما كانت قيمة الكاونتر هي أكبر أو يساوي لنا الصفر، يعني قيم موجبة. فأنا إيش راح أقول له؟ أقول له اطبع لي قيمة هذا الكاونتر وبعدين تنقص من قيمته 1. فإذا راح يظل ينقص أول شيء 5 حيطبع لي، بعدين 4 و3 و2 1 و0 إلى أن ينقص من الصفر يصير -1 حصير قيمته سالبة. فإذا الكونديشن هنا ما راح يتنفذ، راح يخلص الفور لوب اللي هو استخدمناه أو نفذناه باستخدام الوايل. هذه أيضا صيغة الوايل، ومثل ما نشوف أيضا الوايل الكونديشن مالته لازم نهايته هذه النقطتين العمودية. طيب شلون حستخدم البريك؟ من أني داخل فور لوب كلش طويل وأريده يخلص في نقطة معينة قبل لا ينتهي هذا الفور لوب، أو بالعكس أنه من يوصل في قيمة معينة بهذا الفور لوب ما ينفذ هذا الايتريشن، يروح على الايتريشن أو القيمة اللي بعدها باستخدام الكونتينيو. إذا شلون استخدم البريك وشلون استخدم الكونتينيو؟ هذه مثال على استخدام البايثون بريك. فرضا عندنا في الفور لوب فاليو ان سترينج، هذه هنا الفاليو مرة راح تاخذ اس مرة T مرة R وبعدين I و N و G. أوكي، هنا الفور لوب مثال على استخدامه ويا متغير السترنج، هذا أيضا واحدة من الفاصلتي الموجودة مع الفور لوب.
الكونديشن مالتي اف الفاليو قيمه هذه الفاليو اللي هي قيمه حروف السترنج هذه تساوي لنا اي بريك. اذا هنا ايش راح يسوي؟ راح يجي كل مره ياخذ الحروف الموجوده بهذه السترنج ويجي يقارنها مع قيمه هذا الكونديشن اللي هي اي. من يوصل للاي راح يسوي بريك يطلع من الفور لوب بعد ما ينفذ باقي العناصر الموجوده بالفور لوب. هنا من تكون قيمه الفاليو اي راح يسوي بريك، فهنا اذا ما كانت اي فاطبع لي قيمه الفاليو. اذا راح يطبع لي قيمه العناصر اس وتي وار، ومن يوصل للاي راح يخرج. هذا ما يخص البريك والصيغه مالته. زين اذا بالعكس لا ردنا انه من يوصل لفد قيمه معينه لا يعبرها يروح على القيمه اللي بعدها استخدم الكونتينيو. هنا أنا نفس الايعاز بس اني مكان البريك حستخدم الكونتينيو. هنا ايش راح يسوي؟ راح يجي يطبع عناصر اللسته واحده ورا الثانيه، مره الاس ومره التي وبعدين الار، ومن يوصل للاي ما راح يطبعها، راح يسوي شنو؟ كونتينيو، يعبر للقيمه الجايه مال فور لوب، راح ياخذ الان وبعدين الجي وهكذا وينتهي. هذا ايضا مثال على استخدام الكونتينيو. بعد اكو فاسيلتي اخرى وتسهيلات اخرى باستخدام الفور لوب. نعم اكو، هنا أنا قلنا مثال انه شلون استخدم الفور لوب مع اللسته، اعرف لي فد لسته معينه واقول هذا اريد انه الفور لوب ياخذ لي مباشره، مو الاندكس، مو مواقع العناصر اللي باللسته، لا اريد لي ياخذ القيم الموجوده باللسته، او ممكن ياخذ لي الاندكس اللي هي مواقع العناصر الموجوده باللسته باستخدام هذا الايعاز فور اي ان رينج. شنو هنا راح ياخذ لي الاندكس مالته، راح اقول له لينكس of my list، راح يروح على هاي الماي ليست يشوف ايش قد اللينكس مالتها اربعه، فاذا حيكون الرينج مالتي اربعه، راح يسوي اربع مرات iteration. ايش راح يطبع لي داخل هذا الفور لوب؟ اريد يطبع لي قيم العناصر الموجوده بهذه الليسته بكل موقع، يعني مره الاي تكون صفر حيطبع لي اي، بعدين تكون واحد يطبع لي البي، بعدين اثنين يطبع لي السي، بعدين يطبع لي الدي. طيب إذا أردت لا ها هنا طبع لي استخدمنا الفور لوب حتى طبعا هنا إذا انقطع النت راح يكون المرة الثانية تدخلون على نفس الرابط إن شاء الله. هنا نستخدم المثال الثاني شلون نستخدم الليستة ويا الفور لوب حتى توصل لي إلى عناصر الليستة مباشرة وليس إلى الإندكس وليس إلى مواقع هذه العناصر. هذه ليستة عبارة عن تو دايمنشن، يعني ليستة داخلها تري ليست، الليستة هذه الأولى وهذه الليستة الثانية وهذه الليستة الثالثة. شوفوا هنا أنا راح أعرف في فور لوب أقول list هذا عبارة عن فد متغير أني خلقته بكيفي، يعني in list of list، list of list اللي هي هذه الليستة اللي هي عبارة عن two dimension list. أكو فور لوب ثاني زين اللي هو ال x راح يدخل على عناصر الليست اللي هي الداخلية. فإذا الفور لوب الأول هذا ايش راح يسوي؟ راح يفر على الليست السب ليست الصغيره اللي موجوده بداخل هذه الليسته الكبيره، يعني ليست 1 ليست 2 ليست 3، وهذا الفور لوب الثاني راح يبدي بكل ليسته هذه راح يجي يوصل لعناصرها. يعني مثلا هنا هذه هنا من اجي اقول له فور اكس ان ليست شنو قيمه الليست الاولى، هنا راح يجي على هذه الخارجيه يشوف هو اول ليسته هي من هي هذه، راح يجي يسوي له برنت للاكس يجي يطبع عناصر هذه الليسته الاولى اللي هي الواحد والاثنين والثلاثه، وبعدين يرجع الفور لوب الداخلي من ينتهي يرجع على الخارجي يزيده. هنا أنا راح يروح وين؟ على الليسته الثانيه، وايضا يجي على كل عنصر من عناصرها يطبعه، وهكذا بالنسبه للليسته الثالثه. زين هذا الفور لوب قلنا مع الليست. شلون استخدم الفور لوب مع الايعاز الانيومريت؟ الانيومريت هنا أنا مثلا نفترض انه انا عندي ايضا لسه عباره عن مجموعه من الكلمات، استخدم الفور لوب حتى احصل بيها قيمتين في ان واحد، فور لوب واحد اني اسوي تو اتريشن اللي هي فور اي وفاليو ان انيومريت ماي ليست. شو راح يسوي الانيومريت؟ راح ياخذ يفتر على هذه اللسته راح يرجع لنا متغيرات اثنين بنفس الوقت اللي هو المتغير الاول الاندكس مال العنصر الاول والمتغير الثاني اللي هو راح نخزنه بالاي والفاليو الموجود بهذا الاندكس اللي هو الابل، وهذا راح ينخزن بالفاليو. فاذا هنا الانيومريت استفادت من عنده مكان ما اسوي تو فور لوب، واحد للموقع
مال عناصر هذه اللسته والثاني مال فاليو. لا انا بليست فور لوب واحد قدرت استخدم يعني هنا احصل قيمتين، عناصر اعازات هذه او الاندكس مال هذه اللسته وقيم هذه اللسته. وهنا أنا شوفوا هنا أنا راح اطبع هنا ايتم، كلمه ايتم هنا راح ينطبع لي الاي، راح ياخذ مني الاندكس هذا شنو بيا اندكس، هذا اندكس 0 نقطتين، وهنا راح يطبع لي الفاليو. مني الفاليو قيمه العنصر الموجود بالاندكس 0 اللي هو الابل. وهكذا الفور لوب راح يستمر بهذه حول عناصر هذه اللسته، ياخذ الاليمنت الثاني وايضا يطبع لي الاندكس مالته وقيمه الاندكس، والى ان يوصل لاخر اليمنت اللي هو الايتم الثلاثه واللي هي القيمه مالته الدوك. هسه هذا ايضا مثال على استخدام الفور لوب مع الانيوميريت. ممكن ايضا استخدم الفور لوب ويا اعاز الزت اي بي. الزت اي بي هنا ممكن اني اسوي الفور لوب لعدد غير محدد من الماتريكس او الاري او الليست وات ايفر اني اريده هنا اعرفه. مثلا افترضنا انه انا عندي 3 ليست، هي ليست اي اللي تاخذ 1 2 3 4، على ليست بي اللي هي تاخذ عباره عن كاركتر او كلمات 4، وليست سي تاخذ عباره عن هذه القيم 11 و12 و25 و26. يعني قيم هذه الليستات ما يهمني، خلي تكون متغيره، وحده سترنج والثانيه انتجر والثالثه فلوت، لكن المفروض اطوالهم مساويه، كلهم عدد عناصرهم هم 4، متكونين من 4 عناصر. فاني راح اقدر اكتب او اعرف فور بي 3 متغيرات اي واوبجكت وكاونت، واكتب زد اي بي واحط هذول الثري ليست الموجوده اللي انا خلقتهم سابقا اي وبي وسي. شو راح يسوي هسه؟ الاي راح ياخذ العناصر الموجوده بالاي، والاوبجكت راح ياخذ العناصر الموجوده بالبي، والكاونت راح ياخذ قيم العناصر الموجوده بالسي. فاذا كان ما اني اسوي 3 فور لوب لكل واحد من ذول الليسته، سويت فور لوب واحد باستخدام اعاز الزد اي بي. هنا انا اشوف هنا طبع لي الاي، هنا مثل ما قلنا عناصر الاي اللي هو الواحد، بعدين نقطه الاوبجكت عناصر البي اللي هي الابل، بعدين هاي النقطه العموديه، وبعدين الكاونت اللي هي عناصر الليست سي واللي هي 11. وهكذا يستمر الى ان يوصل الى اخر عنصر بهذه الليسته. طيب اعازات اللي خاصه بالانبوت والاوتبوت الموجود داخل البايثون. الإعاز الخاص بالانبوت اللي هو إعاز الانبوت هذا نفسه، من أني أريد أدخل قيمة متغير بالشاشة مباشرة، سواء هذا المتغير عبارة عن رقم أو اسم أو عبارة عن ماتريكس أو أري، ممكن أنا أكتب هذا المتغير شنو أني رمزه يساوي لنا انبوت بين قوسين علامتين اقتباس في الجملة معينة أني أريد تطلع لي على الشاشة، مثلا انتر نمبر. بالتنفيذ راح يطلع لي هذه الجملة انتر نمبر، راح أدخل بعدها قيمة هذا المتغير نمبر اني من على الشاشة، سواء كانت عبارة عن رقم واحد او عبارة عن ليست او عبارة عن ماتريكس، اني حرة طبعا بالمتغير اللي اني اريد ادخله من خلال طبعا اعاز الانبوت. اذا ردت لا اطبع شيء على الشاشة او اطبع ناتج او قيمة متغير او مصفوفة على الشاشة باستخدام اعاز البرنت. اعاز البرنت هذا المادة الفورمة بين قوسين نكتب تو كوتيشن والسترنج اللي احنا نريد نطبعها. اذا نريد نطبع قيمه متغير فمنحط تو كوتيشن مباشره نطبع قيمه المتغير. هسه هنا يطبع لي فقط سترنج. الناتج مال تنفيذ الاعاز البرنت هذا this sentence is output to the screen اللي هو نفسه يجيبه يحطه على الشاشه. اذا لا اريد اعرف اطبع قيمه متغير اي، مثلا انطي قيمته اللي هي 5، اقول له print بين قوسين value of a is، هنا أنا شو راح يسوي؟ أي شيء بين علامتين اقتباس يجيبه مثل ما هو يحطه على الشاشة طبعاً، فارزة a، هنا a ما بي علامة اقتباس، راح ياخذ قيمة ال a ويطبعه، قيمة ال a شنو؟ 5، راح يجي يطبعها على الشاشة، راح يصير the value of a is 5. زين، شلون أخلق function أو دالة بالبايثون؟ الصيغة أنه أكتب def أو definition قيمة المتغير الراجع من هذه الدالة. إذا أكو فد output أو فشي دا يطلع من هذه الفانكشن راح أعرفه هنا يساوي
اسم الدالة كيف يعني أنطيها الاسم اللي أريده بين قوسين شنو الانبوت اللي راح يدخل على هذه الدالة. وأيضا مثل ما نشوف هاي العلامتين النقطتين العمودية اللي موجودة أيضا ويا الفور ويا الاف ويا الوايل، هذه النقطتين ضروري جدا تنحط، وإذا ما انحطت راح يعترض البرنامج. وهنا بعدين أكتب السنتنس أو الإعازات اللي أنا أريد أنفذها داخل هذه الفانكشنز. إذا هذه الفانكشن بيها output لازم أرجع قيمة الاوتبوت باستخدام إعازة الريتيرن. أكتب ريتيرن شنو الاوتبوت اللي يطلع من هذه الدالة. طيب إذا كانت الدالة هذه ما بها output فماكو داعي للريتيرن، راح تكون مثلا عبارة عن هذا الإكزامبل DEF أو definition. اسم الدالة هي عبارة عن great ما بها output، فما راح أعرف أي متغير للاوتبوت. بين قوسين الداخل على هذه الدالة هو فقط متغير اسمه name. زين الإعازة اللي أنا أريد أنفذه داخل هذه الفانكشن هو print راح يطبع لي كلمة hello، بعدين قيمة هذا النيم المفروض أنه أنا مدخلته هنا بالانبوت مالتي، زائد هذه السترنج اللي هي good morning. نفترض أنه أنا هذه الدالة اللي قريت استدعيتها بالبرنامج الرئيسي، هذه الدالة اسمها great، بين قوسين دخلت لها النيم عبارة عن كلمة power. شو راح يطلع لي بالتنفيذ او بالاوتبوت؟ هلو زائد شنو الباول هو قيمة النيم هو شنو باول، بعدين جود مورنينج هذه نفسها راح تنزل لي على الشاشة. هذا مثال بسيط على استخدام الفانكشن. احنا ممكن نعرف اي مجموعة مختلفة، اي عدد مختلف ومتنوع من الفانكشنز داخل البايثون وداخل المين بروجرام. اوكي، لكن من الضروري جدا ان يكون تعريف الفانكشن يكون قبل البرنامج الرئيسي، قبل المين بروجرام وليس بعده. حتى شنو المين بروجرام راح يدور على كل الفانكشن الموجوده قبله، ما راح يدور عليها اذا كانت بعده، راح تعتبر متغير غير معرف. طيب شلون اخلق فايل بالماتلاب؟ شلون راح اخلق فايل بالماتلاب؟ باستخدام هذه الاعازات اللي تشوفوها على الشاشه. اذا ردت افتح فايل جديد بالماتلاب فافتحها عن طريق إعازة open، راح اكتب الاوبجكت اللي يمثل لي هذا الفايل اللي هو f، انطي اي يعني اي اسم اريده يساوي انه open، إعازة open بين قوسين الفايل اللي اني خلينا نقول خازنته بالحاسبه حتى اقرا من عنده. الار هو الريد مود، يعني انا اذا افتح هذا الفايل حتى اقرا من عنده فقط، ما اقدر اجري عليه اي تغيير. التكست دوت txt هنا مثلا انا اريد لا اخلق فت فايل جديد اسميه txt text.txt نوعه تكست اوكي حتى اكتب به، يعني هو مو موجود اصلا، فانا راح اخلق فايل جديد راح انطيه التسميه هذه، وعندي المود مالته راح احطه بالارجيومنت الثاني. زين اذا ردت عندي فايل هو اصلا بعناصر بس اريد اضيف له بنهايته عناصر اضافيه، راح اقول open الفايل اسم الفايل مالتي فارزه المود مالتي هو append، فاكتب حرف الاي بين هذه العلامه الاقتباس. فاذا هنا عرفنا شلون نفتح فت فايل جديد اما على مود اكتب به، او شلون افتح فايل موجود بالحاسبه حتى اقرا من عنده باستخدام الريد الار مود، و شلون اضيف عناصر لفايل اصلا موجود بالحاسبه. إذا إعازة open هذا راح يفتح الفايل سواء كان موجود بالحاسبة أو يفتح فايل جديد أنا أريد أخزنه بالحاسبة. زين شلون راح أقرأ عناصر من الفايل أو أكتب عناصر لهذا الفايل؟ باستخدام إعازة write وإعازة read. إعازة write هنا حتى أكتب عناصر بالفايل، فهنا شو حتكون الصيغة؟ الإف اللي هو الفايل اللي أنا فتحته بالخطوة الأولى دوت رايت راح حتى اكتب بي، شرد اكتب بي مثلا اكتب بي هذه السترنج هذه الجمله ماي فيرست فايل سلاش ان راح ينزل سطر جديد، حيكتب لي فقط هذه الجمله بالفايل الجديد وحينزل سطر اضافي. هذا ردنا نكتب عناصر بالفايل. اذا ردنا نكتب مجموعه من العناصر وكل عنصر بسطر راح اقول اف رايت لاينز قوسين، هذه القوسين لازم نكتبها. هنا شو راح يسوي؟ طبعا هنا بالقوسين هذه راح انطي فد لسته بيها مجموعه من العناصر، كل عنصر بيها راح ينكتب بسطر جديد بهذا الفايل.
باستخدام إعازة الرايت لاينز. هاي إذا أردنا نكتب مجموعة من القيم مباشرة مرة واحدة بدون استخدام الفور لوب لفايل معين. هذا إذا لو أستخدم رايت حتى أكتب أو أدخل قيمة واحدة فقط للفايل، أو أستخدم رايت لاينز إذا أردت أكتب مجموعة من العناصر مرة واحدة لفايل. زين، شلون أقرأ قيم من الفايل؟ باستخدام دالة الريد، f.read بين قوسين، هنا أنا راح يقرأ لي عنصر واحد أو قيمة واحدة بالمؤشر اللي واقف عليه هسه الفايل حاليا. إذا قلت له read line راح يقرأ سطر كامل بهذا الفايل حسب الموقع الحالي اللي هو به. إذا حيرجع لي سطر كامل من الفايل. إذا أردت أقرأ كل الأسطر مرة واحدة وأخزنها بلستة، فراح أستخدم إعازة read lines. إذا الاختلاف فقط هذا الاس، حيقرأ كل العناصر وكل اللاينات الموجودة بالفايل ويخزنها بليست. بعد أنه أني أقرأ أو أكتب أو أكمل كل الشغل ماتي اللي أريد أسويه على هذا الفايل، أغلق الفايل باستخدام إعاز الكلوز. هذا كل اللي يخص أو أهم ما يخص الفايلز، إضافة إلى الكثير الكثير من الإعازات أيضا اللي موجودة داخل البايثون اللي نستخدمها حتى نتعامل ويا الفايلز. طبعا حال البايثون حاله حال الماتلاب ايضا بمجموعه كبيره جدا من البلت ان فانكشن او الدوال الجاهزه اللي تسهل شغلي واللي ممكن اني استخدمها مباشره بدون برمجه، والكثير من عندها يشبه الاعازات الموجوده بالماتلاب، مثلا داله المينيمم، ايجاد اصغر عنصر بالليست، الماكسيمم، ايجاد اكبر عنصر، الراوند، تقريب عدد، الصم، يجمع عناصر الليستة، الكثير من الإعازات. طبعا هذا مثال على بعض الإعازات الموجودة، وأكو الكثير غيرها اللي ممكن أنا أستخدمها مباشرة وتسهل علي الشغل وتختصر الوقت لازم لبرمجة العمليات الصعبة. طيب قلنا إحنا البايثون بحد ذاته ما ممكن أنه يتعامل مع المصفوفات ولا ويا الفكتر، ممكن يتعامل مع الليست، لكن الليست هي بحد ذاتها هي شيء يشبه الفكتور لكن هي مو مصفوفة، مو مصفوفة نهائيا، ما اقدر اسوي عليها العمليات الحسابية المعقدة. زين، حتى نخلي البايثون يتعامل مع الاري او ويا الفكتور او المصفوفات، لازم عندي الباكج الخاص بالمصفوفات اللي هو النم بي واي، اللي طبعا ممكن انه اني اصبر للبايثون او يكون هو منصب مباشره، ينزل مباشره بالباكج كباكج وحده ويا البايثون. حتى اتعامل ويا الاري هنا أنا فقط الاختلاف الوحيد ما بينه وما بين الماتلاب، الماتلاب مباشره انا اتعامل ويا اي اري او ويا اي فيكتور بدون تعريف. هنا أنا حتى اوصل لفد اري معينه سواء هي موجوده او اني اخلقها، لازم استدعي الباكج اللي دا يتعامل ويا الاراي اللي هو هذه الصيغه مالته. بالبدايه البرنامج اكتب import اسم الباكج numpy as، اني انطي اي رمز، اي رمز مثلا اسميه mp. فاذا الصيغه اللي استدعي بها الباكج المعينه حتى اخذ من عندها الاعازات اللي دا تتعامل ويا numpy حتكون داله الامبورت، واسم الباكج هذا في شيء ثابت مثلا numpy او اي باكج ثانيه اني احتاجها بشغلي، واز وهنا المتغير هذا اني انطيه بكيفي، اني اسميه على راحتي، انطيه اي تسميه ثانيه، فمكان ما اقول numpy اكتب mp اللي هو راح يفتهم لي انه هذا عباره عن باكج الخاص بالنمباي. زين، عندي هذه المصفوفه اي اللي هي عباره عن فيكتور 1 دايمنشن بخمس عناصر، شو راح اخلق فيكتور عباره عن 1 دايمنشن، حكتب قيمه المتغير هذا الفيكتور ويساوي numpy، يعني اني راح اروح على الباكج الخاص بالnumpy اللي يتعامل مع المصفوفات دوت array، لازم هاي نكتبها حتى نخلق اي مصفوفه جديده، بين قوسين هذه المجموعه وبعدين هذه القوسين المربعه اكتب العناصر او الالمنت الموجوده بهذا الفيكتور اللي انا اريد اخلقه. زين، هذا اذا نحكي على 1 dimension، اذا نحكي على 2 dimension حيكون بهذه الصيغه البي يساوي نام بي دوت اراي، راح نكتب الاراي عباره عن اكثر من فيكتور، هنا أنا كل فيكتور او كل لسته عباره عن 1 لاين، يعني العناصر الموجوده بالسطر الاول هي 1 2 3، بعدين نسد فارزه ونفتح قوس ثاني نكتب العناصر الموجوده بالسطر الثاني وهكذا، ايش قد ما نريد نضيف اسطر نقدر نضيف بهذه الصيغه. هذه شلون نخلق ال 2 دي اراي.
إذا ردنا نوصل لأبعاد هذه الأراي من خلال دالة الشيب، نكتب print mp.shape، يعني شنو الـ dimension مال هذه الأراي اللي هي البي، راح يطلع لي عدد الأسطر وعدد الأعمدة مالتها. أريد أوصل لعناصر الموجودة بالأي أو البي، أقول مثلا أي أوف 2 زائد أي أوف 3، يعني حيروح على العنصر الموجود بالأي بالموقع 2 ويجمع ويا العنصر الموجود بالأي بالموقع 3. زين ريشيب هنا لا، تغيير شكل الأبعاد هذه الأراي، يعني مثلا هي مثلا كانت عبارة عن 2 في 3، أسويها مثلا 3 في 2، شلون؟ عن طريق إعاز الريشيب، أكتب المصفوفة مالتي ب دوت ريشيب بين قوسين شنو الأبعاد الجديدة، فهنا أنا راح يغير عدد الأسطر والأعمدة، لكن المفروض أنه عدد الأسطر الكلي والأعمدة مال المصفوفة القديمة يساوي بالضبط عدد الأسطر والأعمدة، العدد الكلي مال الأعمدة والأسطر الجديدة. زين يعني هنا أنا من أقول أنا أريد أغير 2 في 3 إلى 3 في 2، بقى 2 في 3 هي حاصل ضربهم مش قد 6، والدايمنشن الجديد هو شنو 3 في 2 أيضا حاصل ضربه هو 6، ما دام بقى نفس عدد العناصر بالأراي الأولى والثانية إذا ممكن أسوي إعاز الريشيب. ممكن اني ادمج تو اري سويه باستخدام اعاز الكونكاتينيت، الاري الاولى بعدين الاري الثانيه، وممكن لا اسوي سبلت انه مصفوفه واحده اسوي لها سبلت الى مصفوفتين باستخدام هذا الاعاز، اري ثلاثه يعني الى حد الموقع هنا راح يعني هنا يفصلها الى ثلاثه اري او اثنين اري حسب هنا الرقم اللي اني اكتبه. ممكن ارتب عناصر الاري تصاعديا باستخدام دالة السورت، هنا أنا راح يرتبها تصاعديا. هنا طبعا الوقت مال الورشة راح يكمل تقريبا، هذا عندنا آخر سلايد اللي هو الباكج الثاني اللي هو المهم كلش اللي هو المات بلوتليب، إنها الباكج اللي يتعامل مع الرسوم. ما أقدر أني أرسم أي شيء بايثون اذا ما يكون هذا الباكج منصب له، ايضا لازم احتاج انه حتى اتعامل ويا القيم مالته، اقول امبورت هذا المات بلوت ليب او اقول باي ليب ايضا هذا الباكج اللي خاص بالدوال الرسوميه، از انطيه اسم متغير مثلا بي ال، هنا انا استدعي الباكج الخاص بالاراي اللي هي نم بي اي از ام بي، هنا انا اكتب فد اراي معينه مثلا واسميها واي بها 4 عناصر، حتى ارسم كيرف باستخدام اعاز البلوت. فهنا انا قلنا الباكج هي شنو سميتها اني بي ال دوت بلوت، وهنا أنا أريد أرسم المصفوفة Y. هنا أنا ممكن اللاين ستايل أحدد بيها شكل هذا الكيرف راح يطلع، يعني مثلا هل هو نقطي، هل هو خط مستقيم، أحدد بيها الأنماط كثيرة أكو موجودة بالبايثون، أكتب النمط اللي أريده، وأيضا أحدد لون هذا الخط باستخدام هذا الأرجيومنت color يساوي لنا R يعني red، G يعني green، وهكذا أكو ألوان كثيرة ممكن أني أحدد حرف اللي يمثل اللون اللي أنا أريده. هنا أنا ممكن اني ارسم علاقه بين متغيرات 2 أو 3 بنفس الاعاز، x1 علاقتها بالواي 1، x2 علاقتها بالواي 2، وهكذا ممكن اي عدد مختلف من العلاقات اني ارسمها باستخدام اعاز واحد. ممكن استخدم او ارسم داله البار شارت بهذا الشكل، نانا اعرف فد مصفوفه للواي وايضا او فيكتور للواي وفيكتور للاكس، وارسم العلاقه ما بينهم على شكل بار، ممكن تكون العلاقة على شكل باي باستخدام إعاز هذا الـ PI و E، وممكن أستخدم أو أرسم الهستوغرام لمصفوفة معينة باستخدام هذا الإعاز PL.hist. وأخيرا كل هذه الإعازات حتى تتنفذ لازم تكون بنهايتها هذا الإعاز PL.show، إذا ما كتبنا ما راح ينعرض أي واحد من ذول الإعازات مال البلوت، فإذا أي إعاز للبلوت حتى يظهر لي على الشاشة لازم بعده يكون هذا الإعادة.